جائحة الفلسطينيين تكمن بأن هؤلاء الأسرى استطاعوا الخروج من النفق وابتعدوا عن أعين الاحتلال. وبعد مرور 24 ساعة تقريبا حتى تسجيل هذا المقطع المصور، لم يستطع الاحتلال بكل تجهيزاته العسكرية وعتاده وجنوده وآلياته الوصول إليهم أو حتى الوصول إلى طرف خيط يتعلق بمكان توجههم بعد خروجهم من النفق. For the first time in history, in real time, we can see buildings being toppled in Gaza. We can see parents trying to pull their children from the rubble in ways that makes Israeli war crimes absolutely irrefutable.